الجائزة الثانية في فرع التحقيق الصحفي عن عمل مشترك للزميلين هدى زكريا وأحمد جمال الدين اليوم السابع. حسين عبد العزيز اليوم السابع. فرع الصحافه الرياضيه، ويمكن هو زميل مش قسم الرياضه، هو اشتغل على تحقيق محترم كان يستحق الجائزه، الزميل محمد سلمان جريتي اليوم السابع. للزميلة زينب عبد الله اليوم السابع.